إذا السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة. أزفلة ونزفلام إخواني. إذا من هم العرب الذين يسكنون شمال إفريقيا وهل يوجدون؟ في الحقيقة هؤلاء هم مجموعة من القرامطة، والقرامطة هؤلاء كانوا يعيشون في النيل بالصعيد، وهؤلاء يعني ليسوا عربا أقحاح، لأنهم في تلك الفترة اختلط نسلهم بالسودانيين، واختلط نسلهم بالإثيوبيين، يعني من ذلك الجنس اللي نساؤهم يعني بلك يعني يمكن تشوفوهم يعني من الأفارقة اللي صدورهم هكا، يخليو صدورهم هكا، سطورهم مهودة وأحيانا يلعبون بها هكذا. إذا هؤلاء هم يعني نسلهم، وطردوا من قبل، بالمناسبة كانوا ناس قطاع طرق وأهل استبداع وناس همج، وسرقوا الحجر الأسود من الكعبة وقطع طرق وناس للدعارة. فهؤلاء هم العرب بشمال إفريقيا، ولا يوجد جنس آخر من غير القرامطة. الباقي أمازيغ بين ناطق ومستعرب. السلام عليكم تاني إخواني للنزول.